باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكر أخي صاحب القداسة البطريرك أليكسي الثاني على كلمته الطيبة وعلى دعواته لشعبنا. وهذا الاجتماع يا قداسة البطريرك هو اجتماع بدأناه منذ 30 سنة ولم ينقطع. وغالبية الشباب الذي فيه بدأ كأطفال في مدارس الأحد، حتى الذين لهم شعر أبيض أيضا كانوا شبان المنزل التي يسمى. وأنا في رأيي باستمرار أن نهتم بالأطفال لتكوين الأجيال الجديدة. وبمناسبة تحيتنا للكنيسة الروسية التي ثبتت على الإيمان خلال 70 سنة الماضية، أود أن أتكلم اليوم عن الصمود solidarity، عشان الكلمة بس هي، وعن يد الله العاملة مع أولاده. نحن نعرف أن أيوب الصديق مرت به ضيقة لسنوات احتملها ورفعت عنه ورجع أفضل مما كان. المهم في أثناء الضيقة أن نكون أمناء للرب. والله يدعونا إلى الصمود والثبات، وقد قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:58، كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. وتلاميذ المسيح شبههم الكتاب بالجبال وبالعمد بالأعمدة الراسخة التي بنيت عليها الكنيسة. وإيمان الكنيسة شبهه المسيح بالصخرة في قوتها وصلابتها. وقال على هذه الصخرة أبني كنيستي، أي على هذا الإيمان القوي أبني كنيستي. وأعطانا الرب مثلا عن البيت الذي يبنى على الصخر. فمهما هبت الرياح والأمطار والأنهار يبقى ثابتا وراسخا وصامدا. وشبه المؤمن بالنخلة بانتري
وشبه المؤمن بالنخلة، الصديق كالنخلة يزهو، النخلة التي تحتمل البرد والحر والجوع والعطش وتعلو إلى فوق متجهة إلى الرب. وأسباب الصمود والرسوخ هو عمق الحب وعمق الإيمان وقوة القلب الذي لا يخاف. فالحب قال عنه الكتاب: المحبة لا تسقط أبدا. وقال في سفر النشيد: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. إذا وجدت المحبة في القلب يبقى صامدا ثابتا في الله. ومن أجمل الآيات ما قاله بولس الرسول في الرسالة إلى روميا إصحاح 8، روم شابتر 8: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أي واثق متأكد، أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع. القلب المملوء بمحبة الله وبالإيمان يكون قويا لا يتزعزع، صامدا لا يخاف. نحميا بنى سور أورشليم وقامت ضده عقبات كثيرة وبقي صامدا إلى أن أكمل البناء. دانيال ألقوه في جب الأسود ولم يخف، بقي صامدا في إيمانه. الثلاثة فتية ألقوهم في أتون النار وبقوا صامدين ثابتين في الإيمان. إيليا النبي الياس واجه 850 من الأنبياء الكذب واستطاع أن يدافع عن الإيمان ضدهم جميعا. داود بقي متعبا من شاول الملك سنوات طويلة، ولكنه بقي ثابتا مؤمنا بأن إرادة الله فيه ستتم. يوسف الصديق ظل صامدا ثابتا ضد الخطية ولم يتزعزع. اللص اليمين وهو على الصليب بقي ثابتا في إيمانه على الرغم من كل الشكوك التي حاربت اللص الآخر. المسيحية في نشأتها كانت صامدة راسخة ثابتة،
صامدة أمام قوة السلطة الرومانية، سلطة الإمبراطورية الرومانية بكل عنفها، صامدة أمام الفلسفات الوثنية، صامدة أمام دسائس اليهود وشكاياتهم، صامدة أمام الديانات القديمة. المسيحية في عصور ما قبل قسطنطين الملك واجهت اضطهادا عنيفا من الرومان الوثنيين، قابلته بكل صمود بكل رسوخ. تعرض تلاميذ المسيح للسجن والجلد وخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. تعرضوا للتشريد والنفي والطرد من البلد، ويقول الكتاب الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. تعرضوا للنفي مثل يوحنا الرسول في جزيرة بطمس، ومع ذلك ظهر له الرب وهو منفي في الجزيرة وأعلن له رؤية، ولم يتعبه النفي، كان قلبه أقوى، قال كنت في الروح في يوم الرب. الشهداء المعترفون قصص شجاعتهم وصمودهم وثباتهم كثيرة جدا بالإحصاء. صمود المسيحية ضد الهرطقات والبدع هيرسيز عجيب. القديس أثناسيوس الإسكندري نفي عن كرسيه 4 مرات، وقامت ضده شكاوى ودسائس من الأريوسيين أريانز، وقالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فقال وأنا ضد العالم، لذلك أسموه أثناسيوس كونترا موندوم، أي ضد العالم. وبقي صامدا. الصمود، الثبات، البقاء أمر يرجوه من الله مهما كانت الحروب الخارجية. هذه الحروب لا تؤذي، مثل السفينة القوية تهب عليها الأمواج والمياه من كل ناحية ولا تؤذيها. متى تؤذيها؟ إذا وجد ثقب في السفينة تدخل منه المياه إلى الداخل، وهذا الثقب هو ضعف الإيمان والخطية. المؤمنون لم يكونوا فقط صامدين ضد الحروب الإيمانية، وإنما أيضا كانوا صامدين ضد الخطية. المؤمن إنسان محصن، لا يوجد ثقب في داخله تدخل منه الخطية، كما قيل عن عذراء النشيد أخت العروس جنة مغلقة ينبوع مختوم. أقرأ
أكبر اختبار، أكبر اختبار للإيمان وللمسيحية في أواخر الزمان، عندما يأتي ضد المسيح أنتي كرايست، عندما يحل الشيطان من سجنه لكي يحاول أن يضل الأمم. الفترة التي قال عنها المسيح لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص أحد، التي يحاول فيها الشيطان أن يضل لو أمكن المختارين أيضا، The elects، يضل لو أمكن المختارين. هذه الفترة تحتاج إلى صمود وثبات في الرب. مهما قام مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، الإيمان الراسخ يبقى مهما قامت الحروب. الإنسان القوي في إيمانه يظل صامدا راسخا ثابتا ولو بقي وحده، مثلما بقيت أسرة نوح، جدنا نوح أيام الطوفان بقي وحده، أسرة واحدة بس، والعالم كله كان بعيدا عن الله. الإنسان المؤمن القوي يظل راسخا حتى لو ظن إن الله تخلى عنه، أو لو طالت المدة عليه. مهما تأخرت الاستجابة يبقى الله أمينا في وعده، يبقى الله أمينا في وعده، ويبقى الله حافظا لأولاده. السبي في القديم استمر 70 سنة، هل تأخر الله؟ كان الله أمينا في وعده، وفي ملء الزمان أنقذ شعبه. وعد الله أمنا حواء بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، الخلاص سيأتي. ومرت 4000 سنة وبقي وعد الله كما هو، وفي ملء الزمان أتى الخلاص بعد 4000 سنة. ربما ما يبدو من تأخر الله في الاستجابة سبب إن الله يختبر إيماننا، يختبر محبتنا له، ونقول مع أيوب الصديق: هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل؟ هل السلام من الله نقبله والتعب لا نقبله؟ المفروض في الإنسان أن يصبر إلى أن تأتي المعونة الإلهية. والسيد الرب يقول: من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. والإنسان المؤمن حقا يكون قويا من الداخل. ما أجمل الآية التي تقول: كل شيء مستطاع للمؤمن، في مرقس 9، سانت مرقس بالشابتر 9. كل شيء مستطاع للمؤمن. الصمود يا إخوتي وقت الضيقة يعتمد على وعود الله.
الذي قال أنا نقشتكم على كفي، جميع شعور رؤوسكم محصاة، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. المتعب حقا هو الصمود في وقت الراحة والمتعة، المتعب حقا هو الصمود في وقت الراحة والمتعة. في وقت الضيقة صلواتنا تكون أعمق وأصوامنا تكون أكثر روحانية، واقترابنا لله يكون بكل القلب. ولكن ينبغي أن نكون صامدين في فترات الراحة، حينما لا توجد ضيقة نصلي من أجل زوالها، ونحتاج أن نقترب إلى الله من غير ضيقة. نقترب إليه لا لكي ينقذنا من ضيقة، إنما نقترب إليه من فرط الحب والعاطفة والاشتياق. لا لكي ينقذنا، إنما لكي نتمتع به، لأن الله شهوة لنا نشتهيه أكثر من العالم وأكثر من الدنيا وأكثر من الراحة وأكثر من الخلاص من الضيق. نرجو باستمرار أن نكون ثابتين في الرب، لأنه قال اثبتوا فيا وأنا فيكم. نثبت في محبته ونثبت في الإيمان به ونثبت في صلتنا معه. نرجو هذا لأنفسنا ونرجوه لكل أولادنا ونرجوه لإخوتنا في جميع الكنائس، ولله المجد إلى الأبد الخميس.